كان صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله في مقدمة مستقبلي دولة السيد عمران خان رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة لدى وصوله للبلاد اليوم في زيارة رسمية لمملكة البحرين، حيث رحب سموه حفظه الله بضيف البلاد الكريم وبزيارته لمملكة البحرين التي تجسد التواصل المستمر بين الأشقاء في كلا البلدين. كما كان في الاستقبال عدد من أصحاب السمو والمعالي وعدد من كبار المسؤولين في المملكة. وقد تشكلت بعثة الشرف لضيف البلاد برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء.